ضمن المجموعة الأولى. أمامنا الحكم هذه المباراة عبد المؤمن الراعي، يساعد كل من إبراهيم عمر وتوفيق الحلالي، محمد سمبوسي حكم وسط، وفرج الجلالي مراقبا لهذه المباراة. تمشي كرة الآن لصالح فريق الأنوار، فريق النصر في الخلف، وهذه كرة بالخطأ بكاريوكو سومايلا، ولكن خروج وفرصة كادت أن تكلف فريق النصر هدف في بداية هذه المباراة. وصلت الكرة بيده، ولكن كادت الفرصة الماضية تكلف فريق الأنوار فريق النصر هدف. شوفوا لقطة الإعادة كيف رجع الكرة، اللاعب الشريف بطريقة خاطئة جدا، لعب بالنار الشريف اللقطة الماضية، ملعوبة عند يالي. يالي الموريتاني يلعب كرة بالعرض، يالي فرصة الهدف الأول ضاعت على فريق النصر مرة أولى وثانية، ما زالت الكرة خطيرة عند محمد جمعة. جمعة وأول أهداف اللقاء، محمد جمعة يمنح فريق النصر أول أهداف اللقاء. جمعة هذا اللاعب اللي حقيقة يمتلك مواصفات كبيرة جدا، لاعب ممتاز مميز سريع، محمد جمعة بكل إصرار وثبات. شوف الكرة في مرة أولى، باهتة دفاعية طبعا من دفاعات البرناوي، شوف التشكيك بشكل خاطئ، استلام الكرة من البرناوي سددها وكانت في أقصى الزاوية لتعلن عن أول أهداف اللقاء لفريق النصر. النصر إذن يتقدم بهدف مقابل لا شيء على فريق الأنوار. يحتاج أكيد فريق النصر هذا التقدم والثقة في القادم المواعيد. هذه كرة، شوف فريق هذه كرة الهدف، مدينة الأبيار غير راضية تماما على هذا الترتيب الذي يقبع فيه فريق الأنوار. أبناء محمد الككلي ظهر على الصورة أمامنا المدرب الوطني، فإصابات وأيضا الكرة، يلعب الكرة أمامية والبحث دائما على باكايوكو سومايلا، خطير لو مر باكايوكو، ولكن هناك دفع عبد الكريم هارون. هذه كرة ملعوبة بالعرض، فرصة التعادل ولكن ضاعت، فرصة التعادل لفريق الأنوار عن طريق اللاعب إيفاري ديفو. أمام إيفاري ديفو كاد أن يحرز هدف التعادل في هذه الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول. الكرة مرت من الجميع، ديفو ولكن بشكل سيء جدا بالمناصف مع فريق الأخضر، وكل ذلك يعتمد على نتيجة فريق أيضا الهلال. ربما يستفيد فريق الهلال من مجموع المباراتين ويرفع رصيده ل 41 نقطة ويكون في الترتيب التالي. إذن الأمور صعبة، صعب التكهن فيها، ولكن هناك مراحل تقريبا وصلنا الجولة 17، مازلنا هذه كرة نصروية ولكن مرت من الجميع من الغناي. دين علي عز الدين علي مرة طيبة مرة أولى، يلعب الكرة بالعرض، هذه دوفو 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 دو جمعة مراوغ بودابوس أمادة، يراوغ بودابوس، محمد جمعة يلعب الكرة بالعرض، فرصة نصروية ولكن التغطية حاضرة من دفاعات الأنوار في مرة أولى وثانية، وخطأ وركلة حرة مباشرة لصالح فريق النصر. ديالي الفايز، تمشي كرة الآن عند محمد جمعة يلعب الكرة بالعرض، الغناي فرصة التالي هو التاني لفريق النصر عن طريق خطاب النجار. بلا شيء، قلت ربما ينتهي الشوط بهدف مقابل شيء وأيضا أكدت، ولكن لاعبي فريق النصر يكسب الرهان ويحرز الهدف الثاني. ديباتا محمد كمونة المصري، جلال الشيخي في حراسة المرمى، أحمد قصيبات قدم مباراة طيبة، وهذا مساعد مدرب فريق الأنوار هذا اللاعب عمر العالم. عبد الكريم بشكل طيب مع يالي، ترجع كريم، عبد الكريم سلم كرة ولكن سهلة عند حارس المرمى. الشريف تسديدة قوية جدا والرياكشن ممتاز من حارس المرمى. السعد العلام في حوار وانطلاقة من السعد العلام، يدخل السعد، مرت من الجميع، فرصة الثالث هو الثالث لصالح فريق النصر، تقوم بالتسديد ولكن تكون ركنية. وفي هذه اللحظات يطلق حكم المباراة، نهاية مباراة النصر والأنوار بتفوق وفوز فريق النصر بهدفين مقابل لا شيء.